السلام عليكم احبائي، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. بالنسبه لفيديو اليوم فيه تشكيلات متنوعه وراقيه وانيقه، فيه جلبات مويين رائعين، جلبات كيحمقوا بواحد الطريز اللي هو انيق، وشي حاجه اللي هي طوندونس جديده في هاد السنه هادي. فيه جلبات كيحمقوا لاول مره غادي تشوفوهم، فجلبات كيستحق المشاهده منكم، لا بالنسبه للطرز وكذلك التنباد وكذلك خدمه المعلم. فكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكاي فيديو كيستحق المشاهده منكم. وفي اخر فيديو كاين واحد مقطع من الفيديو تاع التنبات بالنسبه للناس المبتدئين في واحد الطريقه ديال التنبات اللي هي رائعه، فيديو اللي حصل على مليون ديال المشاهده. فيديو فيه جلبات متنوعه، فكما كتشوفوا معايا هذه اللبسه هذه، هذه الجلبه هذه فهي بالتنبات، فهي كتجي غزاله ما شاء الله. وهاد الجلبه هذه كما كتشوفوها معايا كذلك، شوفوها معايا كيفاش مخدومه، فهي ما شاء الله غزاله ما شاء الله كتحمق. شوفوا معايا طريقه الخدمه والرشمه كيف جايه في الصدر وفي الكميمات وفي هنا عند الكتف وفي صاله مخزنيه، واحد لا كولور اللي هي زوينه وبارده، واحد لا كولور اللي هي فنيونه غزاله ما شاء الله كتحمق. ومشيو لهذا الموديل هذا كما كتشوفوه معايا، جايب الطرز هنايا في السدير وفينا عند الكتيفات بواحد الطرز اللي هو غزال ما شاء الله كما كتشوفوه معايا. وهنا عند الفتيحات كذلك جايب الطرز وجايه الجلابه دو بياس، فهي جايه ما شاء الله كتحمق غزاله كما كتشوفوها معايا، اللوين كذلك والطريقه ديال الخدمه ديالها اللي جايه غزاله ما شاء الله. ومشيو هاد اللبسه هذه، الجلبه هذه كما كتشوفوها معايا جايه فجيب بالتنبات في الافتتاحات كما كتشوفوها معايا، بالصفيفه بالصم والكميمات كذلك جايه بالتنبات. فانا الفيديو كيقربكم اكثر للخدمه كيفاش مخدومه، شوفوها ما شاء الله كي كتبان. ونفس الصدر كذلك جايه بالتنبات الصدر، وجايه بالعقيدات من الفوق للتحت، وب بالصفيفه حتى هي بالصم، من الجلبه كامله مخدومه بالصفيفه كما كتشوفوها معايا، فهي غزاله ما شاء الله. ومشوا هذا الموديل هذا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الابيض، شوفوا واحد اللوين باش مخدوم اللي هو غزال ما شاء الله. شوفوا معايا الخدمه كذلك كيفاش مخدومه، طريزات كذلك كيفاش مخدومين ما شاء الله، تنبات اللي هو غزال كتحمق صراحه. وبالنسبه لهذه اللبسه هذه، بالنسبه لهذه الجلبه هذه كما كتشوفوها معايا كذلك، فهي راه مخدومه بالتنبات، شوفوا كما كتشوفوها معايا، واحد الرشمه اللي هي جديده وغزاله، واحد الخديمه حتى هي كذلك جايه بالعقيدات من الفوق حتى لتحت، وجايه بالصفيفه بالصم، وكذلك عندنا طريزات في الكميمات وعند الافتتاحات. شوفوا معايا واحد الخديمه اللي هي غزاله. بالنسبة لهذا الموديل هذا كما كتشوفوا معايا، جايب واحد الرشمه حتى هو مختلف وغزال كما كتشوفوا معايا، فهي جايب التنبات وبالعقيدات كذلك من الفوق حتى الاسفل، وجايب بالخديمه ديالها بالصفيفه فكما كتشوفوها معايا. فهنا الفيديو كيقربكم اكثر للجلبه كيفاش مخدومه، فهنا الفيديو كيخليكم كتعرفوا على اخر موديلات ديال الجلبه المغربيه. فكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب. فهنا موديلات اخرى بالنسبه لخدمه المعلم كما كتشوفوها معايا، فهنا عندنا خدمه المعلم في السدير وعند الكميمات وفي الكتيفات كذلك، وهنا كذلك هذه الجلبه هذه فهي جايه بالضفيره مدوبله هي وفي الكميمات هنايا جايب خدمه المعلم كما كتشوفوها معايا. بالنسبه لهذا الموديل هذا اللي جاي غزال ما شاء الله، واحد اللوين اللي هو في غزال كيحمق كما كتشوفوه معايا، وجايه في اللبسه ديالها انيقه. شوفوا معايا الخدمه، انا خدمه المسلول ولا المسوس كل واحد شنو كيقول لي.
هنا جايب العقيدات كذلك من الفوق حتى الاسفل، وجايب بالقميص ديالها فهاد الجلابه هادي دو بياس كما كتشوفوها معايا، جايب واحد الخدمه اللي هي غزاله كتحمق ما شاء الله. ونمشيو هاد الفيسه هادي حتى هي هاد الجلابه هادي كما كتشوفوها معايا، فهي جايه غزاله فهي دو بياس كذلك. جايب تنبات عندنا نفس الدير، وجايب للراندا وبالطريسات كما كتشوفوها معايا، احد الخديمه اللي هي غزاله ما شاء الله كتحمق. شوفوا معايا اللوينات باش مخدومه، هذوك اللوينات هما اللي خلاو الجلابه تبان غزاله كتحمق. شوفوا معايا هاد الجلبه هادي اللي جايب بكريب كريب بالسقلي كتجي غزاله، جايب خديمه ديال راندا، وجايه اللون في اللون كما كتشوفوها معايا فهي بالقميص ديالها مخدومه اللون في اللون، فهي كتجي غزاله ما شاء الله في اللبسه ديالها. فهنا كيبقى نفس اللون، كيبقى عفوا نفس الخدمه، فقط الاختلاف في اللون وهذا اللي كان في الجلبه هذه كما كتشوفوها معايا، كذلك مخدومه بالراندا، واحد الراندا اللي هي رقيقه وبالقميص ديالها. شوفوا معايا حتى هي مخدومه بالطريسات وتوب كريب بالسقلي. بالنسبه لهذا الموديل هذا كما كتشوفوه معايا فهو مخدوم بالطرز مسوس كما كتشوفوه معايا، وبالقميص ديالها بجواره. فكما كتشوفوا معايا هنا لا فيديو كيبين لكم كيوضح لكم الخدمه كيفاش مخدومه بالنسبه لهذه الجلبه هذه. ونمشيو هذا الموديل هذا حتى هو كما كتشوفوه معايا، جيب بالقميص ديال الجلبه الكول ديالو طالع كيبين لينا الجلبه اللي هي كيبينها غزال ما شاء الله. وجيب تنبات لا في الكول لا في الكول ديال الجلبه ولا في اليدين ديال الكميمات كذلك. وبالنسبه لهاد الجلبه هذه كما كتشوفوها معايا، جيب واحد لا كولور اللي هو حنين كما كتشوفوه معايا، واحد الخدمه اللي هي خفيفه الجلبه هنايا كما كتبان لكم. ومشيو هذا الموديل هذا اللي جايب خدمه ديال راندا كما كتشوفوها معايا، راندا حصيره هنايا في صدير، والجلبه جايه دو بياس كما كتشوفوها معايا هنايا. وبالنسبه لهاد الجلبه هذه كما كتشوفوها معايا، واحد الفصاله اللي هي طوندونس جايه كما كتشوفوها معايا في القميص ديالها، كي جاب لاكول ديالو كيف داير، وفي الكميمات كيف دايرين فهي عصريه. فهنا كيبقى الاختلاف فقط في اللون نفس الموديل. ومشيو هذا الموديل هذا ديال هاد الجلبه هذه اللي كيجيب القميص مطروز في اليدين وفي الستير كذلك، وكيجيب واحد الفصاله اللي هي عاديه وسامبل ولكن انيقه كما كتشوفوا معايا هنايا، فقط الاختلاف في اللون كيبقى فقط الاختلاف في اللون. وهاد الخدمه هذه كما كتشوفوا معايا، واحد الخدمه اللي هي غزاله ما شاء الله بالراندا وبالطريز، هذا الطرز باليد كما كتشوفوا معايا. وبالنسبه لهذا الفيديو هذا بالنسبه للنساء ولا السيدات اللي كيديروا التنبات المبتدئات، فهاد الفيديو هذا حصل على مليون مشاهده، فهو في واحد الطريقه اللي هي غزاله ما شاء الله ديال التنبات. فكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليه بالضغط على زر اعجاب، وما تنساوش لي لايك البنات، لي لايك وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير.